هدرش في رسميات وما غادي يهدر تاش محس الرئيس هذا في لقاء باحترام ولكن احنا المشكل ديالنا مع السلطان وما غادي يهدر معاك شي واحد في السلطان الا يقول الله التابس يقول الله الكتابه والتعهد الكتاب ديال داك الشيء اللي طلبناه راه المشكل هو هذا المشكل شنو اللي مطلوب شنو اللي مطلوب تسجيل والمحضر لا مارس مارس حتى تولي مارس وما رفضت لك حتى تولي ولكن باش نمسوا لهيك اما تجلس تحط لي تعهد ما غاديش تستمر جلسة ولا حتى دابا انت حتى يجي لي طالب العار العلم الى ما تسكتش كلش خذ تعهد ولكن شنو اللي مالك يا الله فهمنا على الاخر ما عرفتش الغيب لو ما تغنيش صفه رسميه سجل طلب صفه رسميه سجل طلب سجل طلب طلب انا كنعتبر جميع الطلبات قانونيه ف لا ما تطرحش هادشي وبلاتي هادشي اييه غير حيت طلبتي دابا شنو هو الطلب ديالك شنو هو الطلب ما غاديش نقولوا لك ايوا سير نقولوا لك والله غادي تصلح لي ونقول لك شنو الطلب اما تقولي انا تقولي شنو الطلب انا طلب واضح حسن صايب واش بغيتي تخلي بلاتي قدام عندنا شوف لا لا تحناش 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 لا محترم لا تحناش 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 خاصك إلا قلت لي ما كاينش نقول لك أسيدي أنا سمحت
انا تشاورت في الصباح على حزام ديالي وقالوا لك هاي الحمد لله والماما ما غادي يقولوا لي غادي ما تهضرش شي حاجه ياك بلاتي واش باين الكاميرا ديال السلطه هذه شي حاجه ضروري يا سي كاتب ضروري قانون واضح والقانون واضح ضروري ومؤكد وبلاتي طيب شوف سي كاتب شوف تسلط لي البار تسلط واحد تسلط طلبت طالب انا كنقول لك من حقك تطلب طالب ياك ولكن من حق السلطه انها يقول لك لي عنها مزيان ما قالتوش ما مشاش بعد من هالشيء ما مشاش بعد من هالشيء هاد السيد خلى الرئيس يصوت وحنا طالبين لا تلعبوا كيستهزا بنا السلطه معاه ما غاديش نبداو على السلطه